ازيكم صحابي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير يا رب. النهارده هنعمل سفرة لرمضان في الفطور، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. حاجة سهلة وبتهيالي كل المحتويات في البيت عندنا، مش حاجة صعبة يعني، ولا مش هنقدر نعملها. حاجة سهلة ومحتويات سهلة خالص. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. ادي كده حطيت مية معاي في الحلة، اهي زنت معاي. هحط الملح، هظبطه. هنعمل بلاو، انا قبل كده عملته من بدري خالص، بس هي حاجة سهلة وافكار جديدة. ممكن ادي كده هنزل بالفراخ. انا طبعا غسلته وخليته نظيف. كل اللي عايزينه، عايزين بصلة، عايزين فص ثوم، البهارات بتاعتنا كلها صحيحة وانا هكتبها لكم، عايزين قرفة، عايزين هبهان اخضر، هبهان الاسود ده بنام، عايزين فلفل، عايزين النجمة، ينسون النجمة، عايزين فلفل اسود، وعايزين قرنفل. كله صحيح، بس ناخد نشيل الريمة وبعد كده نحط البهارات والبصلة دلوقتي نقدر نحط البهارات بتاعتنا ونحطه على نار هادية عشان الجداد يستوي براحته كده، واغطي عليه. ادي الوصفة التانية معانا كده، طاسة حط شوية زيت. هنعمل شوربة عدس، طريقة سهلة وحلوة، اتمنى ان هي تعجبكم. انزل البصلة في الاول. في الوصفة دي هنستعمل ملعقة دقيق وصلصة، وعايزين بطاطس مقطع كده مكعبات زي ما شايفين، وجزر برضو مقطع مكعبات، والعدس انا غسلته ما بتنجحش، احنا عندنا ما بيتنجحش هنا في اوروبا لان بيطيب معانا سريع، بيستوي سريع. احمص الدقيق لغايه لما يبقى جولدن براون، ما يعني ما يكونش فيه، عشان لما ناكل بعدين ما يكونش فيه طعم الدقيق. ادي كده الشوربه بتاعتنا، حطيت كل المحتويات بتاعتنا وغطيت عليه، والبهارات بتاعتنا عايزين ملح وفلفل اسود وكمون، دي البهارات بتاعت الشوربه بتاعت العدس. ومعاي هنا كده، هنا ناقع رز للبلاو. ادي كده شوربة العدس بتاعتنا جاهزة، الخضار استوى وبقى اخر جمال. هجيب الهاند بلندر واخلطه، ولو عندكم خلاط برضو اخلطوه بالخلاط. ادي كده شوربة العدس بتاعتنا جاهزة، واحط البهارات عليها. ادي كده شايفين القوام بتاع الشوربة رهيب بصراحة، وادي كده شوربة العدس معانا جاهزة. ادي هنا كده هنشوف الفراخ بتاعنا استوى ومش مستحمل، وحكون عايزة 4 فصاص من التوم اهرسهم عشان هستعمله للبلاو مع سمنة او زبدة في زيت. ادي كده بوريكم هنا التوم اللي انا عايزاه مهروس. ادي كده هحط معاه زبدة لو تحبوا يعزز الطعم، ونحط شوية زيت، وده التوم. هشوح التومة كده مع الزيت والزبدة، نديها تشويحة نشم الريحة، بعد كده نحط عليها الفراخ. انا شلت بس البصلة والتومة. ادي كده البهارات كلها قاعدة، مش ما شلتهاش عشان تدي طعم حلو للبلاو. ولو تحبوا، لو ما عندكمش اطفال ممكن تحطوا قرنين شطة صغيرة الخضرة دي.
وندي الفراخ تشويحة مع التومة. بعد كده ننزل بالشوربة، هو بالمعيار وانا هكتبه لكم. بعد كده انزل بالرز اللي كنت انا هقطعه، وانزل بالشطة، واسيبه على نار هادية لغاية لما يستوي. ادي كده الاكلة التانية برضو بتاعتنا جربتش هسه. ادي كده الفولاذ جرب بتاعنا يطيب، فانا عملت لون اصفر او زعفران اللي تحبوه، هحط عليه لغاية لما يستوي. الموية لسه ما شربتش. ادي كده البلاو بتاعنا برضو جاهز، نقلبه عشان اللون ياخد من اللون. ادي كده الاكل بتاعنا جاهز، الفطور بتاعنا البلاو زي ما شايفين كده. بصراحة شكله شهي. وادي الشوربة كده، ولزوم التكات والحركات حتى البقدونس. ومتذكرين المخلل اللي عملته؟ بصراحة طعمه رهيب، اللفت والجزر. بعد كده اتمنى ان الوصفة تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل مع اسرار المطبخ مع سوسنة، لغاية لما نلتقي بفيديو جديد ان شاء الله.